الجمباز، اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، هيعقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة الموافق 19 يناير للحديث عن كواليس استضافة منافسات بطولة العالم للجمباز الفني واللي هتقام شهر فبراير المقبل والمؤهلة للمشاركة في أولمبياد باريس 24. البطولة هتشهد مشاركة 70 دولة وهتقام على مجمع الصالات المغطاة في مدينة نصر، وهيشارك فيها منتخبنا بقائمة بتضم 6 لاعبين و4 لاعبات. مهمة جدا جدا البطولة دي بصراحة. تفاصيل أكتر بقى هنعرفها من الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم، وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا يا فندم. طبعا أهمية البطولة إحنا بنتكلم فيها إنها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس. طبعا كاس العالم السنه دي ان شاء الله 2024 هو رابع كاس عالم احنا نستضيفه مصر ضمن سلسله كاسات العالم المؤهله لاولمبياد باريس عن طريق فردي الاجهزه. والحقيقه السنه دي البطوله هي اولى البطولات في السلسله، وهتعقد 15 فبراير القادم ان شاء الله حفله. دكتور هي بطوله كاس عالم ولا بطوله عالم بس عشان نصحح؟ بطوله كأس العالم. تمام لفردي الاجهزه. تمام. طبعا دي بيبقى فيها فرصه كبيره جدا لاثنين من على كل جهاز يتاهلوا، يعني بموجب 12 لاعب وثمان لاعبات. طبعا البطوله دي مهمه جدا، السنه دي سجل في البطوله 72 دوله، الكونفيرمد ان هم جايين 64 حتى الان، واحنا متوقعين برضو ان العدد يزيد، وده اعلى رقم مشاركه من عدد دول تم خلال سلسله كاسات العالم السابقه. يعني يمكن احنا اول واحده بداناها كنا 17 دوله. تمام. الثانيه كنا حوالي حاجه 20، الثالثه السنه او 30، السنه اللي فاتت كنا 40، السنه دي ما شاء الله يعني اقبال كبير جدا، وده طبعا الحمد لله للسمعه الطيبه اللي ظهرت خلال كاسات العالم والريبيتيشن اللي جاي للدول العالم كلها من استضافه وتنظيم مصر والراحة والأمان اللي كانت موجودة وجميع الفاسيلتيز على أعلى مستوى اللي موجودة الحمد لله في البطولة. البطولة طيب. السنة دي قوية جدا 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 جدا، أقوى بطولة فيها أقوى منتخبات في العالم، أمريكا، اليابان، منتخب اليابان جاي كامل اللي هم يعتبروا أقوى في العالم حاليا، هم اللي حاصلين على المركز الأول في بطولة العالم الأخيرة من 3 شهور. فيعني البطولة السنة دي قوية جدا، أبطال العالم على كل الأجهزة ناس أول مرة تيجي مصر، أبطال كلهم جايين يتنافسوا في كايرو وورلد كاب إن شاء الله 2024 للحصول على فرصة للذهاب للأولمبياد. دايما يا دكتور لما بيكون في بطولة كأس عالم في مصر ودايما بنشوف كل مرة حاجة جديدة في التنظيم، بنشوف حاجة جديدة في الافتتاح، بنشوف يعني تنظيم رائع. هل هيكون في حاجه جديده عن المرات اللي فاتت في تنظيم البطوله بشكل عام؟ طبعا بص حضرتك، احنا الهدف طول عمرنا من حفل الافتتاح مش ان اتحاد الجمباز يعمل شو او بروباجندا او حفله وخلاص للاوبننج. احنا الاوبننج بتاع البطوله ليه هدف وهدف واضح جدا، ان احنا اشراك اكبر عدد من ابطال الجمباز وبراعم الجمباز على مستوى مصر ان هم يحضروا هذا الحدث ويشاركوا في هذا الحدث. لما يبقى عندي النهارده ابطال الجمباز الخمسين الاوائل ولاد وبنات في مرحله مثلا تحت 9 و10 و11 و12 و13، وييجوا الخمسين الاوائل ولاد وبنات من كل الفروع ويشتركوا معانا في البطوله، ده الهدف الاساسي، ان انا بربي الجيل ده كله على أهمية البطولة في هذا المستوى العالي، يعني إيه أبطال عالم؟ صح. أعلمه الكلام ده وهو عنده 9 و10 و11 سنة. هو ده الهدف الأساسي لاشتراك لعيبة الجمباز وعمل الأوبننج. كانت جميلة جدا في كأس العالم اللي فات بصراحة، وكانت جزء معنوي حلو للأطفال دول إن أنا شاركت في بطولة عالم فكسرت الحاجز النفسي. الولاد حتى لو في الافتتاح يعني. انا الولاد والبنات ماشيين بالتيشيرت بتاعت كاس العالم بتاعت السنه اللي فاتت في شنطه تمرينهم. تمام. طبعا انا في ولاد بيقابلوني بلاقيهم بيفتحوا الشنطه بيقولوا لي بص التيشيرت انا كنت في كاس العالم، انا اتصورت مع حضرتك. عامله امل وطموح للولاد كبير جدا جدا، واللي خلانا
نطور هذا الموضوع بشكل اكبر السنه دي لعدد اكبر من الولاد والبنات اللي هيشترك في حفل الافتتاح. كويس جدا. برضه جايبين الموسيقار خرمه اللي فعلا المزيكا بتاعته بتقدم نوع راقي جدا من السيمفونيه او العزف اللي احنا بنفتقده في الزمن اللي احنا موجودين. دي من الحاجات اللي عجبتني في الافتتاح بصراحه الموسيقار هشام خرمه يعني. احنا بنتكلم ما بين الرياضه والطموح والرقي. جميل جدا. طيب هو ده الهدف بتاعنا. جميل جدا يا دكتور. عاملين شكل جديد للاوبننج باشتراك ابطال الجمباز زي ما قلت لحضرتك، وايضا بعض العروض اللي هيتخللها من ابطال الجمباز الايروبيك او بطلاتنا للجمباز الايطالي. تمام، شكرا دكتور. ولكن قبل ما نختم سؤال سريع، توقعاتك لمشاركه لاعبينا، كم لاعب تقريبا ان شاء الله ممكن يؤهل؟ ان شاء الله عندنا ستة في الرجال واربعة في النساء، واحنا ان شاء الله باذن الله بننافس على التأهل على اربع اجهزة ان شاء الله. شكرا دكتور ايهاب امين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز.